لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. 2019 هذا هو ملعب السلام، وأولى الصور التي تأتينا من هذا الميدان الذي شهد انتصارا كبيرا وانتصارا مهما لنخبة المغربية على حساب فيلة الكوت ديفوار، وهو الانتصار الذي مكن النخبة المغربية من العبور رسميا إلى الدور القادم. ولكن الأمنيات إن شاء الله أن يتأكد هذا الانتصار بالأداء أمام منتخب الأولاد البافانا بافانا جنوب إفريقيا من أجل صدارة هذه المجموعة. المنتخب المغربي لا اختلاف على الأداء الرائع الذي قدمه في الجولة الثانية وتزكية لصدارة هذه المجموعة، لكن كما قلت المتطلب وهو الصدارة، التسع نقاط والعلامة الكاملة لتفادي أحد المنتخبات القوية عن المجموعات الأخرى. إذن هكذا هي الأجواء الرائعة بمدرجات ملعب يا سلام، أجواء من التآخي وأجواء من التضامن. شاهدنا الأعلام المغربية والجزائرية والتونسية والمصرية، خاصة الخاوة خاوة الجزائرية المغربية على اعتبار أن منتخب الجزائر كان هنا قصير على القائمية الأول. عرضية من تزواني، لكن هناك صافرة بالمناسبة من الحكم الكونغولي، نعم اندارا يمثل الكونغو الديمقراطية في طاقم في مباراة البرتغال في كأس العالم. بينية ممتازة ولكن وضعية التسلل، راية مرفوعة على يوسف النصيري في نهاية المطاف، ضربة حرة غير مباشرة لمنتخب جنوب كوستا الذي يأخذ صفة رسمية في هذه المباراة. سؤال إذن أحق بالتواجد في منتصف الميدان، بينما كرة خطيرة خطيرة دي والمتابعة بعد ذلك إلى الركنية الثانية لمنتخب جنوب إفريقيا. ربع ساعة لبداية المباراة والتعادل لازال قائم في ثالث جولات المجموعة الرابعة. شوف الإعادة، عملية التمويل يرفع بكل تأكيد داخل منطقة الجزاء، زياشة مرفوعة حارس المرمى، بعد ذلك ويليامز بالبوكس هنا وسط المدافعين يتمكن من إخراج هذه الكرة، الحكم يصفر خطأ. نعم مرفوع الكرة داخل منطقة الجزاء، دائما خطيرة، فرصة يونس بلندا صاحب اليمينية. نعم يونس بلندا صاحب اليمينية، شوف الإعادة هنا الكرة ترفع، بعد ذلك أحد المدافعين يغير اتجاهه، وصلت يونس بلندا كما جاءت هنا باليمنى، خلاص الكرة عندك المساحة، عندك المساحة يا حكيم. العرضية بخارج القدم ممتازة، بخارج القدم ممتازة، رائع ما قام بها اللاعب كريم الأحمدي في عملية القطع في وسط، في عملية إيرباك الحارس، بينما كرة لا وجود لوضعية تسلل، بلا بلا فيها تسلل، هكذا يقول الحكم على مساعد الثاني وجود وضعية. الجزائريون متواجدون في هذه اللحظة، بينما كرة مرفوعة المتابعة بعد ذلك إلى ضربة مرمى، يقول الحكم الكونغولي. الجماهير الجزائرية كذلك حاضرة في المدرجات، لماذا؟ لأنه الجزائر ثامنة في مشاركته الإفريقية، بينما الكرة العرضية بعد ذلك الدفاع، واحد لاعب واحد فقط من سانتوس، بينما فرصة فرصة خطيرة مرت سالمة ديالتو، مرت سالمة تو، ومن سدد بالقدم يا اليسرى، هذه الإعادة مشددا، التمريرة ثم تو باليسرى، شوف شوف هنا تركوا المجال للتسديد لحسن الحظ، أن الكرة مرت جاية وتصديدة الأولى والثانية، يوسف نصيري كادف على